من عمري 7 سنوات كنت بجيب الآلة الطابعة أمامي وبتخيل عمري أني موظف وأخلص معاملات الزباين. وفر لي والدي أول جهاز كمبيوتر ماكنتوش، فكنت بلعب عليه ألعاب بزنس. كان عمري في حدود 10 سنوات. من هناك تولى عشقي في الكمبيوتر. أول عمل استلمته كان في تصميم أحد المواقع، كان عمري 16 سنة. كنت بطير من الفرح لأنه كان أول مرة أستلم مبلغ خاص من شغلي أنا. في 2001 اشتغلت مع والدي في شركته الخاصة، وخلال 10 سنوات اتدرجت في جميع الوظائف وفعلا استفدت كثير. في 2011 قررت أني أنشأ مشروعي الخاص، وانطلاقتي بدأت من ساس. أعطاني ساس الفرصة لأثبت وجودي وأسند لي فيديو ندوة سيح الشامخات، وكان الفيديو المميز ما بين جميع الفيديوهات الأخرى. ومن بعدها تلقيت عروض لمشاريع أخرى من جهات مختلفة. حلمي أني أنتج فيلم سينمائي باستخدام الكرتون. شكرا ساس، لأنك بيتي الثاني.